محطتنا سالي التالية رح نتوجه فيها نحو العمل الإنساني. ثقافة التطوع اللي عم تتجسد قيمة عبر عدة مبادرات تردد فيها طبعا وتردد صداها بالشارع السوري لإبراز قيم الخير اللي ما جفت جذورها لدى السوريين بل زادت. أكيد زينب، واليوم رح نحكي عن أنشطة جمعية جذور للدعم النفسي والاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك يلي عم تتم تحت شعار للخير لجذور والخير خيرك رمضان. وللحديث أكثر عن هاي الأنشطة والفعاليات معنا الدكتورة خانم مارديني. أهلا وسهلا فيكي دكتورة ونائب رئيس القسم الطبي في جذور الدكتور محمد مرهج. اهلا وسهلا فيكم ورمضان كريم. رمضان كريم، يسعد صباحكم. يسعد صباحكم عن جديد. يعني نبدا دكتوره بالانشطه اللي تميزت فيها جذور بشهر رمضان. هلا نحن دائما متعودين انه رمضان هو شهر الخير وشهر العطاء، فنحن انطلاقا من هيدي الفكره حبينا نعمل شيء مغاير، انه دائما الاشخاص اللي فينا نقول الضعفاء او المتعرضين للتهميش هن اكثر الاشخاص اللي العالم بتعطف ممكن عليهم او بتحب تتوجه لهم برمضان، فهن دائما الاشخاص يلي هن مصدر يعني بيجيهم العطاء، يعني هن المتلقين، فحبينا يكون هيدا السنه يكونوا هن المعطائين، تكون المبادره منهم للعالم المحتاجين لحتى ما يتعلموا انه هن دائما بس متلقين، هن اللي عم يعطوا، هن اللي بتوجهوا للعالم اللي برا. فانطلاقا من هيدي الفكره حبينا انه نعمل مبادرات عنا بواحة الأمل بالمركز اللي هو للفتيات الناجيات من العنف، وأنه نطبخ ونوزع للعيال المحتاجة، وهيك بتشارك كل كوادر جذور بالإضافة للبنات الموجودين بالمركز، والحمد لله نشكر الله. تمام، الله يعطيكم العافية. بدنا نتوجه لك دكتور عن المبادرة الأولى اللي كانت بواحة أمل اللي بتضم طبعا أربع معاهد وهي معهد الإعاقة الذهنية ومركز رعاية الناجيات من العنف. خبرونا كيف كانت هذه المبادرة وكيف توجهتوا يعني أو وجهتوا رسالة من خلالها. أول شيء يعطيكم العافية. بالنسبة لهي المبادرة الأولى اللي كانت مثل ما قالت الدكتورة خانوم أنه كان تركيزه بالأساس على أنه هذول الناس الموجودين بالمركز أنه مو بس ناس متلقين، أنه الناس كمان معطائين قادرين أنه يعطوا من عندهم كمان، فالتركيز كان بشهر الخير اللي هو رمضان أنه يكونوا كمان هذول الأشخاص أنه الأشخاص ممكن يقدموا شيء. فمن خلال هاي المبادرة اللي كانت المبادرة الأولى كان التركيز على أنه يكون في شغل نحن نطبخ بالمركز، يشاركوا معنا، يكون من خلال المشاركة معهم وهن يشاركوا معنا أنه نحن نوزع للناس المحتاجة، هن يكونوا يعني كمان يكونوا يقدموا انه خير كمان، مو بس نحن، يعني كمان هن الناس. صح انه تعرضوا بمرحله من المراحل لشيء من العنف او شيء من الاضطهاد، بس لا انهم كمان قادرين يرجعوا يعطوا من جديد مثل ما نحن عم نعطي. يعني يا دكتوره خانم كمان عم نشوف انه بجذور في ناس اكاديميين دارسين عم يقدروا يتعاملوا مع يمكن هاي الشرائح المعنفه اللي بتجذبك الانسانيه المدروسه مو الانسانيه المفرطه اللي ما بتتوجه لمحل معين، خاصه هذا الوضع خاص. خلينا نحكي عن الانشطه اللي عم تعملوها، كيف ممكن تتعاملوا مع الفئات؟ كل مره عم تتعاملوا مع فئه، ممكن كان اطفال، ممكن كان نساء، يعني هدول الفئات اللي فعلا اللي هن اكثر شيء بياثروا بالعالم. تمام. هلا نحن بنستقبل في عندنا بنات تحت ال 18، فهدول بيكون في عندهم نوع معين من الانشطه يلي هن بحاجه لها، ممكن تكون شيء نوع من التفريغ، ممكن يكون ورشات عمل، اي شيء هو بيعزز هدفنا الاساسي للجذور يلي هو الدعم النفسي والاجتماعي. والعالم اللي فوق ال 18 كمان بنشوف اللي حابه ممكن تكفي دراستها او اللي حابه تشتغل او تتعلم شيء مهنه، فنحن بنأهلهم بهذه الطريقه ومنعلمهم يعني نعمل لهم تمكين وتأهيل لحتى يقدروا يعرفوا انه الصوره اللي هن واجهوها من قبل ما انا هي الصوره كامله للمجتمع، وناطرهم مجتمع ممكن يكون احلى واحلى. طبعا دكتور رح نحكي عن الفعاليه تبع جمعتنا غير وعن الافطار يلي كان ضمن واحد الامل، قديش حسينا في تشاركيه، قديش حسينا في روح الالفه بهذا الشهر الفضيل. طبعا الفعاليه الثانيه اللي كانت جمعتنا غير كانت تشاركية رائعة جدا، كان في مشاركة بين المراكز كلها الموجودة من ضمنها واحة الأمل، طبعا شرفتنا السيدة الوزيرة كمان بالمشاركة معنا وكانت موجودة معنا بكل الفعالية. كان في روح ألفة غير، روح تعاون غير، روح محبة غير، يعني نعمل محبة، محبة جذور. أكيد طبعا أكيد. أنا ما بعرف إذا جاهز معنا المشاهد، خلينا نروح نشوف جمعتنا غير على صباحنا غير ونرجع.
توجهنا اليوم بمبادرتنا يلي هي جمعتنا غير بشهر البركة والخير لمدرسة واحة الأمل اللي هي عبارة عن 4 معاهد: معهد التربية الخاصة للإعاقة الذهنية، ومعهد الواحة للمعنف لرعاية المعنفات، وفي عنا معهد التأهيل للجانحات، ومعهد حقوق الطفل للتسول والتشرد. وهي كانت عبارة عن إنه نشاركهم هذا النهار لحتى نحسسهم إنه نحن عبارة عن عائلة وحدة وهن عضو فعال بهذا المجتمع. اعتادت طبعا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في كل المواسم والأعياد سواء الوطنية أو القومية وحتى في أعياد رمضان المبارك أن تقوم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، الجمعيات الخيرية المشهرة وفقا لأحكام القانون، أن تقوم بدعوة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون إعاقة للإفطار سوية أو للمعاهد التي ترعاها الوزارة، هي معاهد التسول، معهد ذوي الإعاقة الذين يعانون إعاقة ذهنية، أيضا للفتيات الجانحات في المعاهد التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والتي تقوم بدورها الوزارة من خلال عقد الاتفاقيات الشراكة مع عدد من الجمعيات. وحاليا لدينا جمعيتين تقيمان هذا الحفل بالتعاون مع وزارتنا، هذا الافطار لهؤلاء الاطفال. هذا اليوم هو نحن بنحسن نقول انه يعني هو المفروض يكون نحن كل يوم هيك مثل هاليوم، لكن له خصوصيه. اول شيء انه برمضان هو شهر الخير وتآلف الناس ومحبتها مع بعضها. جمعية جذور مثل جمعية حقوق الطفل مثل أي جمعية ثانية بالنسبة لنا نحن كوزارة عم يكونوا لنا الزراعة لنا لحتى يقدموا الخدمة الأفضل بالجودة الأفضل لفئة من الناس، كثير فئة من الأطفال وكثير كثير صعب التعامل معهم، ومن النساء المعنفات. حقك يا دنيا علينا بكرت ونحن تمسينا، حقك يا دنيا علينا بكرت ونحن تمسينا، وحدك رح تبقي يا دنيا، نحنا زوار نحنا زوار نحنا زوار. يعني مثل ما شفنا بجمعتنا غير، شفنا انه في شرائح متعدده، شفنا الناس مبسوطه، عاملين فعلا جمعه فيها فرح. تحكوا لنا اكثر عنها، كيف كان هيك الاقبال عليها، رده الفعل؟ يعني شفنا هلا الولد تاثرتوا فيه، تذكرتوه عم يغني كمان، تحكوا لنا عنه. هلا نحن الفكره الاساسيه من المبادره كانت مثل ما قلت لك نحن نعمل طبخ بمركز واحد الامل ونوزع للعيال المحتاجه. فهيدي القصه اخذت منا يعني خمس مراحل فينا نقول. كنا بنتوجه فيها، بنعمل مره وزعنا 150 وجبه، مره 200 وجبه للفقراء بالمناطق المحتاجه. جمعتنا غير هي كانت جزء من مبادره الخير جذور والخير خيرك يا رمضان، اللي هي كانت باليوم الثاني. اللي كان مميز فيها انه غير نحن وزعنا للعيال المحتاجه كانت زيارة السيدة الوزيرة. بالإضافة لهذا، بالإضافة لأنه الحفل الإفطار اللي صار كان في عالم من يعني في كوادر من وزارة الشؤون الاجتماعية، والطفل اللي شفناه عم بيغني هو سليمان يلي هو بطل حكاية حلم، البرنامج اللي نحن عملناه بشراكة مع تماما الإخبارية، كان لنا حديث متابعينا عنه وكنا متابعينه. تمام. فسليمان هو كان البطل تبع حكاية حلم، وحبينا هو أحد الأطفال المكفوفين، وحبينا يكون هو يشاركنا بهيدا الإفطار، ويعني عمل جو كتير حلو، العالم كتير انبسطت فيه هو عم بيغني، لأنه هو يعني ربنا عطيه موهبة بالصوت، يعني مبسوط تماما، يعني عطيه موهبة بصوته الحلو بيقدر يبسط العالم اللي حواليه، يعني هو بس يغني باللاشعر بتصير العالم تطلب أكتر وبتصير تتفاعل معه بطريقة كتير حلوة. يعني أكيد بدنا نوجه له تحية لإله، وبدنا ننتقل لك دكتور تحكي لنا قديش الدعم عم يتم لإلكم من خلال
وزارة الشؤون الاجتماعية، هل هناك دعم لكم؟ طبعا بعد عدة مبادرات أنتم قمتوا فيها بهدف إنساني خلال شهر رمضان. لا أكيد للوزارة، يعني بشكل عام بكل كوادرها وبقيادة السيدة الوزيرة في عم يكون في دعم كثير كبير لنا. يعني مشاركة السيدة الوزيرة لنا بالمبادرة الثانية كان يعني أكبر دليل على الدعم الكبير اللي هي عم تكون فيه من خلال وجودها هي معنا. بالإضافة للوزارة دائما في ممثلين من الوزارة موجودين معنا، في تعاون جدا من الوزارة عم يكون من كل النواحي، تلبية الاحتياجات كلياتها اللي عم نحتاجها نحن، أو يعني أي شيء ممكن نحن نطلبه من الوزارة، عم يكون في تعاون يعني جدا كبير بيناتنا. بالنسبة للفعاليات كمان كانت المبادرات الخمسة كلياتها برعاية الوزارة، يعني حاولنا مثل ما قالت الدكتورة خانوم أنه يعني نتوجه إحنا للأحياء الفقيرة، نتوجه لمناطق يمكن ما حدا توجه لها قبل، حاولنا نوزع أكل لناس هنون بعيدين عن الضوء، بعيدين عن أي تعامل مع أي حدا تاني منا، والحمد لله كان تمام كويس. دكتورة كمان بدي أسألك، امبارح كان في فعالية إفطار ضمت 200 شخص كمان هي لجمعية جذور والخير خيرك، كمان بمناسبة تقريبا ليالي القدر وآخر رمضان، خلينا نحكي عنها كمان شوي. كمان الفعالية امبارح اللي كانت هي كانت ختام الفعاليات الخمسة اللي كانت خلال شهر رمضان المبارك. كانت الفعالية ضمت متطوعين، تم التوجه كمان مثل الفعاليات السابقة انه يكون في توزيع لوجبات طعام لأحياء فقيرة كمان موجودة بالشام، ونفس الهدف نفسه طبعا بالمشاركة مع الناجيات من العنف، بالمشاركة مع الموجودين بالمركز، والحمد لله كان الجو كتير حلو كتير رائع كان. يعني اكيد كمان ننتقل لك دكتوره خانم ماراني، شو الرساله يلي بدنا نوصلها لكل العالم من جذور ومن غير جذور بهذا العمل الانساني؟ نحن رغم ظروف الحرب ما زلنا مستمرين بتقديم كل طاقاتنا كشباب كشابات، شو الرساله يلي بدنا نوصلها من جذور؟ نحن بنقول سوريا بعد 7 سنين حرب يعني ساتة قوية ورح تضل قوية بكوادرها بالشباب الموجودة عندها، فنحن كجذور دائما نقول العمل محبة وللمحبة جذور، والمحبة هي بتجي من الجمعة الموجودة نحن بيناتنا ككوادر وبالخدمة اللي احنا بنقدمها للعالم بمحبة. هلا نحن بنحاول اكثر شيء نستهدف الشرائح يلي هي ضعيفه مهمشه، لانه اغلب العالم يمكن ما كثير بتحس فيها، الحمد لله عم نشتغل عليهم، عم نقدم كل شيء نحن قدرانين عليه، لانه نحن بنشوف هدول هن الامل بالمستقبل. يعني بالنسبه للناجيات من العنف هن كل وحده منهم ممكن تطلع وتاسس عيله وتكون ام لاولاد، ام صالحه تعمل عيله صالحه تخليها تكره كل شيء عنف تعرضت له وتمنعه عن هيدي العيله، وبالمقابل هي هذا الشيء رح يكبر اكثر واكثر اكبر بالمجتمع، وحتى على مستوى الاعاقه يلي هن اشخاص مهمشين. فنحن عم نحاول انه نقدم كل شيء فينا نقدر عليه، لانه فعلا رسالتنا انسانيه بحته. ان شاء الله يا رب بتقدروا توصلوا رسالتكم. بدنا نتشكر اليوم وجودكم معنا، بدنا نتشكرك دكتوره خانم ماراني مديره واحد الامل، وبدنا نتشكر كمان حضورك دكتور محمد مرهج نائب رئيس القسم الطبي في جذور. يسعد صباحكم وشكرا لوجودكم. شكرا لكم.